نحن الآن داخل فندق جراند ريسورت في منتجع جيرمو. يعتبر هذا الفندق من أفضل الفنادق الموجودة في هذا المنتجع. سنتجول داخل الفندق وأروقتها لتتعرفوا على مستوى الفندق ومستوى الغرف الموجودة فيه. عزيزي المشاهد، إن كنت أول مرة تزور قناتنا، أدعوك لأن تضغط زر الاشتراك أو بالإنجليزي مكتوب سبسكرايب الموجود أسفل الشاشة لتتمكن من التواصل معي، ولا تنسى أن تضغط الجرس لكي يصلك الاستشعار حين ننشر تقرير جديد. نحن الآن في غرفة ستاندر داخل فندق جراند ريسورت بسرير كينج بيد لنفرين. وهذه الأريكة وقاصة أو سيف للنقود أو للوثائق المهمة، وهذا هو الحمام. وهذا المشهد من نافذة الغرفة. هذه الغرفة الثانية في نفس الفندق، أيضا غرفة ستاندر لشخصان، لكن الأسرة في هذه الغرفة منفصلة توين بيتس، نفس ما موجود في غرفة الستاندر ذات السرير الكبير الكينج بيد، لكن الفرق هنا الأسرة منفصلة. ونشاهد في هذه الغرفة أيضا هذا الباب الذي يربطنا بالغرفة الثانية، الغرفة اللي قبلها اللي شفناها، يعني ممكن يفتح هذا الباب وتصبح غرفتان متصلة لعائلة مكون من 4 أشخاص أو 5 أشخاص. الآن نحن في غرفة لوكس اللي تتكون من غرفة وصالة. هذه الصالة التي أمامنا، وهذه هي الغرفة بسرير كينج سايز أو كينج بيد. هذه الغرفة أيضا يمكن أن تستخدم من قبل عائلة، على سبيل المثال رجل وزوجته وأطفال 2، لكن سرير لم يضاف في هذه الغرفة أيضا، وإنما تفتح هذه الأريكة وتتحول إلى سرير لشخصان. يمكن إضافة سرير صغير فقط، سرير صغير إذا الطفل عمره 6 أشهر أو سنة، سنة ونص، سرير صغير ممكن، أو مهد نسميه. هذه غرفة أخرى أيضا بسرير مزدوج كينج بيد. اللي يختلف بهذه الغرفة يوجد فيه بالكون، فيه شرفة، شرفة ممكن أن تطلع وتقعد بالبالكون إذا حبيت. وهذه قبعتي وحقيبتي، لأن هاي غرفتي. بالكونين، هذا البالكون أيضا تابع لها الغرفة اللي أنا ساكن بها. وهذه طبيعة من نافذة غرفتي. الآن نحن أمام قاعة الفتنس، هذه القاعة اللي أمامنا. بإمكان النزيل أن يستفاد من هذه القاعة لممارسة الرياضة. قاعة سبا، هنا ممكن أن تطلب أنواع المساجات الموجودة، وكذلك بالإمكان هنا العلاج بالمياه المعدنية. ننتقل الآن إلى هذه القاعة الموجودة فيها الجاكوزي، مكان هادئ ممكن بعد رحلتك الطويلة من توصل من يربان أن تدخل في داخل هذا الجاكوزي. مكان هادئ فعلا ومريح ونظيف جدا. شغل الجاكوزي، موجود زر شغلها 15 دقيقة تقعد بالمياه، خلاص 15 دقيقة تقدر تكررها مرة أخرى. أود أن أذكركم لو عجبكم الفندق بإمكانكم الاتصال بنا عبر هذا الرقم المعروض أسفل الشاشة لتأمين الحجز لكم.
ويفضل الاتصال مسبقا عندما تطلب الباكيج. نهيئ لكم الباكيج وتطلب معه الإقامة ليلة أو ليلتان في منتجأ جيرمق. مسبح داخلي جميل ومرتب ونظيف، هذا هو أمامكم ولا يحتاج إلى أي وصف. درجة الحرارة داخل المسبح 36-37 درجة، يعني درجة حرارة الصيف، ممكن حتى في الشتاء لو كان درجة البرودة خارج الفندق 20 تحت الصفر أو 25 تحت الصفر، ممكن أن تدخل داخل هذا المسبح وما تشعر بالبرودة. هذه القاعة للاستراحة، بإمكان أن تنتظر شخص أو صديق أو زائر متفق معه يزورك، تنتظر في هذا المكان وتقعد تتناولك فنجان قهوة. نحن الآن في قاعة الطعام، هنا في هذه القاعة يتم تقديم وجبة الإفطار للنزلاء، والمطعم يشتغل لوقت متأخر من الليل، ممكن أن تأخذ الوجبات الأخرى داخل هذا المطعم. وهنا أمامنا البالكون أو الشرفة، في الأيام الحارة أو في الربيع ممكن أن تتناول وجبة الإفطار أو الغداء في هذا المكان الجميل. كل ما شاهدنا من قاعة الفتنس والجاكوزي والمسبح والساونا كلها تدخل ضمن إيجار الغرفة اللي نقدمها لكم.